بالنسبه لوزير البيئه اللي انا مش عارف اسمه، اللي هو بيقول احنا هنعين حراس على القمامه، طب من باب اولى يشوف حل للقمامه. كل اللي اتهموا بيه الدكتور مرسي في عصره والبيئه وسخه والبيئه والبيئه، ربنا سبحانه وتعالى فضحهم على رؤوس الاشهاد. والله العظيم كلام، اقسم بالله العظيم يا استاذ، ان الراجل ده راجل معتوه. ما هو معتوه، هو زي ما هو زي اللي معينه. ما بدل انت يا بني ادم، انت اللي ما بتفهمش، بدل ما تعين ناس يحرسوا الزباله، ما تقول مثلا هنعين ناس يشيلوا الزباله ديت من جميع شوارع البلد او من جميع اقوام، يعني اي مكان بتحط فيه زباله في البلد، قول هنعين ناس يشيلوا الزباله من المتراكمه في البلد، على اساس مثلا اي حد يعدي مثلا يلاقي البلد نظيفه. انما هتعين ناس مرتب يحرس الزباله ازاي كده؟ بالنسبه لوزير البيئه والقرار الفظيع اللي خده ان هو هيعين على كل مزبله حارس، فبصراحه يعني راجل، يعني ايه هذا الرجل في مكانه المناسب؟ يعني صراحه يعني ازاي يعني، طب من باب اولى بدل ما تعين على كل واحد على كل مزبله يعني حارس، ما تشيلها من باب اولى. هو احنا عندنا يعني على كل مزبله يعني عندنا ناس امن؟ دي دليل على ان مصر كلها بقت امنجيه. بدل ما تحرص تعين ناس يحرسوا الزباله، اعمل زي كيفيه التخلص من الزباله زي البلاد المتقدمه كده، يدورها ويستفيد منها. لكن انتوا جيتوا الحكومه والحكومه كلها فاشله، عايزه تسرق وتنهب من البلد، يعينوا ناس يعملوا مشاريع وهميه، كل هذا لنهب الفلوس والمليارات، والشعب مش هيسيبكم، الشعب صامد للنهايه ان شاء الله. فوزير البيئه اللي هو بيئه اصلا طالع بده عين حراس، طب هيدفع لهم منين؟ طب ما البلد السيسي قال لهم مفيش، هيديهم اجر منين؟ يعني ايه حراس على البيئه؟ على القمامه اول مره نسمعها في التاريخ، ما شفناش وزير عاوز يعين ناس حراس على البيئه. هيقدموا شباب خريج جامعه ولا هيبقوا ايه بالظبط؟ يعني واخدين دبلوم ولا خريج جامعه؟ بدل ما يشوف الناس والمجلس مجالس المدينه ويشغلهم ويؤمر بنظافه، احنا بقينا هي دي عزبه السيسي الجديده، مزبله. انا ما بمشيش من شارع اذا كان هنا في الشرقيه ولا في اسكندريه ولا في اي مكان اروحه الا اذا كانت مزبله. هي دي عزبه السيسي الجديده، بقت مزبله السيسي، صفيحه زباله. مصر اصبحت صفيحه زباله. في عهد السيسي كانوا بيعيبوا على مرسي ويقولوا كل اللي بيعمله انه بيشيل الزباله، وكان يشيل الزباله وهم يرجعوا يجيبوها له تاني. احنا دلوقتي ما عادوش بيشيلوا زباله، والمجاري ضربه وحاله الشوارع زفت. خلاص هو ما فيش من كله، اسعار وزباله ومجاري وما فيش ميه وما فيش نور. احنا فعلا في عهد يسقط حكم ما فيش.